طيب التطور يمكن اللي بيشهده التطوير العالي التعليم الجامعي في مصر مش مقتصر بس على المقررات والمناهج، لا كمان في اتجاهات ومسارات أخرى بيتم التعامل والعمل عليها عشان الطالب بيقدر إن هو يحتك بالنظم العالمية الموجودة في أكبر جامعات العالم. عندنا في الحقيقة نموذج بينطبق عليه أو بيطبق هذا المسار، وهي جامعة مصر المعلوماتية، تحديدا كلية علوم الحاسب والمعلومات، اللي وقعت اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول أو لحصول الطلاب الملتحقين بالاتفاقية على فرص الحصول على درجة بكالوريوس مزدوجة. كلنا عارفين طبعا جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الإدارية، وإزاي هي فعلا قدرت تعمل طفرة في مجال التعليم التكنولوجي. إيه حكاية وتفاصيل هذا البكالوريوس المزدوج؟ خلينا نسأل الدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة مصر المعلومات. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني خلينا نسأل أهمية هذا البكالوريوس للطلاب الملتحقين بالكلية، تفاصيله، المميزات اللي هيقدروا يستفيدوا بيها في سوق العمل. طيب اولا خليني اقول لحضرتك ان جامعه مصر المعلوماتيه هي جامعه اسستها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزاره التعليم العالي بهدف انشاء جامعه تخصصيه في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تخصص علوم الحاسب والمعلومات يعد من اهم يعني التخصصات في هذا المجال. الطلاب لما بيلتحقوا ببرنامج علوم الحاسب والمعلومات، البرنامج هو برنامج بكالوريوس. التخصص ده زي ما حضرتك اكيد ملاحظ وشايف يعني في كافه مجالات سوق العمل المحلي والدولي مطلوب بشكل واضح جدا ومتزايد. طبعا كان لسه دلوقتي حضرتك كنت في مداخله بتتكلموا على المستشفى الافتراضيه، فدي يعني مثال واضح يعني للاحتياج لخريجين التخصص ده، سواء بقى الاحتياج لبنيه تحتيه او تقنيات او برمجيات لطرحه يعني عظيم زي ده. فكل المجالات دي زائد المجالات اللي هي بتحتاج تطبيقات للذكاء الاصطناعي وحمايه تامين البيانات والمعلومات وطبعا التوجه الحالي نحو التحول الرقمي، كل ده بيوجد فرص عمل واضحه وصريحه يعني لطلاب التخصص. بالنسبه بقى للبرنامج علوم الحاسب والمعلومات في جامعه مصر المعلوماتيه، هو برنامج بكالوريوس يعتمد على نظام الساعات المعتمده. ايوه. وعادة يعني من متطلبات التخرج ان الطالب يجتاز 133 ساعة معتمدة على مدار 4 سنوات. الجامعة منذ انشائها حرصت ان هي تعمل اتفاقيات مع جامعات دولية مرموقة في مجالات مختلفة، ففي مجالات علوم الحاسب والمعلومات زي ما حضراتكم قلتوا في الأول، احنا عملنا اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز في الولايات المتحدة الأمريكية. جامعة مينيسوتا بتحتل المكانة رقم 35 عالميا في مجال علوم الحاسب وفقا لتصنيف USU، وبالتالي هي جامعة ليها تصنيف عالمي عظيم في مجال علوم الحاسب، وده بيخلي علينا احنا جزء اساسي ان احنا من منذ انشاء الكلية وكنا حريصين ان كل المقررات اللي احنا بنطرحها في الكلية بتكون بتماثل او بتعادل مقررات مماثلة في جامعة مينيسوتا. طيب الطلاب اللي عند حضرتك يا دكتور بالفعل قدروا ان هم يحضروا اول مقرر اونلاين، خليني اقول في تخصص قواعد البيانات، وحصلوا على تقدير A وهو اعلى تقدير، يعني كمان تفوقوا على طلاب تانيين من مختلف دول العالم. حضرتك كلمينا عن كواليس الانجاز ده، وكان ايه هو يعني كلمينا عن الاختبار ده اكتر، المقرر ده كان ايه؟ هو عامة الاتفاقية بتقول ان الطالب، احنا اتفقنا ان الدراسة عندنا 4 سنين، الاتفاقية بتقول ان الطالب بيقعد في جامعة مصر المعلوماتية اول 3 سنين بيدرس المقررات اللي بناخدها عندنا في الكلية زي كل الطلاب الملتحقين بالكلية، وبيتم معادلة المقررات دي من قبل جامعة مينيسوتا. في السنة الثالثة بيدرس الطلبة اللي هم بيتقبلوا للالتحاق بجامعة مينيسوتا مقررين اونلاين يعني بالتعلم عن بعد. المقررات دي بتتدرس من قبل اساتذه في جامعه مينيسوتا، وكل متطلبات المقرر زي مثلا لو في مشروع او لو في اي حاجه بيعملها الطلاب كجزء من متطلبات المقرر، كل ده بيتم تقييمه من قبل جامعه مينيسوتا. بس الطالب بيكون موجود عندنا احنا في الكليه، يعني ما بيحتاجش يسافر في سنه ثالثه. بس الشرط الاساسي في الحصول على البكالوريوس المزدوج او بكالوريوس علوم الحاسب يعني كمان من جامعه مينيسوتا، ان الطالب يسافر السنه الرابعه تماما يحضرها هناك في جامعه مينيسوتا كامله. احنا عندنا كان السنه دي في 7 طلبه متفوقين حصلوا كمان على منحه دراسيه كامله للسفر لمينيسوتا من احد شركات قطاع تكنولوجيا
المعلومات اللي بتدعم الطلاب المتفوقين بالكليه هنا في مصر. هنا في مصر اه، وفعلا بدأوا ياخدوا بقى اول كورس اونلاين ليهم الترم ده اللي هو بينتهي حاليا، وهو فعلا خلصوا الامتحان من اسبوعين تقريبا، وهم كانوا 7 طلبه والسبعه كلهم حصلوا على تقدير ايه اللي هو اعلى تقدير في المقرر. ده غير كمان ان المشاريع اللي قدموها كجزء من متطلبات المقرر كانت حصلت على اعلى التقديرات يعني مقارنه بزملائهم اللي من الدول المختلفه. طب يعني احنا لو بصينا للحاجات المماثله ليها في المنطقه او في الحيز بتاعنا في منطقه الشرق الاوسط، يعني نقدر ان في تجارب كتير زي كده، وايه الفرص اللي ممكن يعني تمثلها جامعه مصر المعلوماتيه قدام الجامعات الاخرى؟ هو في حاجات مماثله زي ما حضرتك بتقول، يمكن نظام التطبيق مختلف. يعني احنا بنشترط عندنا يعني ان الطالب لازم يسافر يدرس سنه هناك. طبعا السفر في حد ذاته ده بيزود من تجربه طبعا طبعا اه، ومن ثقافة يعني بيتعرض لثقافات مختلفه طبعاً. لطلبه مختلفين، نظام تدريس دراسه مختلف. وطبعا دي كانت من الصعوبات للامانه اللي واجهت الطلبه الترم اللي فات. يعني نظام الدراسه مختلف شويه عن الدراسه التقليديه اللي احنا متعودين عليها. اه صحيح، احنا عندنا من السنه الاولى دايما معتمدين ان الطالب بيبقى في جزء عملي الى جانب الجزء العلمي، بس بيئه مختلفه، نظام مختلف، دراسه باللغه الانجليزيه كامله طبعا. فدي كانت جزء من التحديات يعني خلينا نقول اللي قابلت الطلبه، الى جانب ان المقرر نفسه كمان كان مقرر لمستوى الدراسات العليا، يعني بيسمح فيه هم هناك بيسمحوا لبعض المقررات الدراسات العليا ان طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا يسجلوا فيه. فكان المقرر ده في مجال قواعد البيانات زي ما حضراتكم تفضلتوا وقلتوا، وده كان مقرر دراسات عليا فيعتبر مقرر متقدم. فكون ان الطلبه يعني يؤدي فيه الاداء ده بصراحه يعني احنا فخورين بيهم جميعا يعني. طب ايه المهن اللي ممكن تكون بتنتظر الطلاب دول يا فندم بعد تخرجهم؟ يعني سوق العمل المحلي وخليني اقول الدولي كمان بيبقى مستنيهم ازاي؟ المهن اللي هتبقى بالذات المهن الجديده طبعا بنتكلم عنها. خليني بس يعني احاول اخلي الموضوع عام سنة، اخرج بره اللي هم بس مسافرين واتكلم عامه حتى الطلبه اللي هيتخرجوا من الكليه من جامعه مصر للمعلوماتيه. احنا عندنا في نظام الدراسه بنسمح للطلبه ان هم ينقوا تخصص من التخصصات. احنا بنطرح 6 تخصصات منها علوم الحاسب ده تخصص عام، وتخصص الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وعلوم وهندسه البيانات وهندسه البرمجيات والرسم بالحاسب وبرمجه الالعاب. ال6 تخصصات دي او المسارات دي كلها تم اختيارها بناء على احتياج سوق العمل، وبالتالي كل تخصص من دول بيقوم الطالب بدراسه مجموعه مقررات متقدمه في التخصص، وكل تخصص من دول بيفتح له مجالات كثيره جدا في سوق العمل زي ما حضرتك كنت بتسالي. فمثلا في مجال الامن السيبراني تامين البيانات وتامين المعلومات، ومجال الذكاء الاصطناعي كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحاليه اللي احنا بنسمع عنها واستخداماته. علوم الحاسب عامه بيتعلم بقى طبعا تطوير البرمجيات، علوم وهندسه البيانات تحليل البيانات والتعامل مع البيانات كبيره الحجم، المستقبل كله يعني. اه فيعني وكمان عندنا اللي هو المسار بتاعه برمجه الالعاب ده برضو مسار جديد طبعا ليه دلوقتي حاليا مهم جدا جدا طبعا. طيب يعني دكتوره هدى، احنا بنتمنى ان انتم تكملوا دعمكم للطلبه اللي موجودين عندكم في الجامعه، وكمان فتح مجالات للتعاون مع جامعات اكتر واكتر، وبنتمنى ان الكليات المختلفه الموجوده يعني في كل جامعات مصر في الحقيقه تبتدي تشوف الاتفاقيات التعاون اللي بتبقى موجوده مع الجامعات بره لنقل الخبرات، وده مهم جدا عشان احنا فعلا عندنا طلبه متميزين. يعني احنا شفنا لما الطلبه خدوا الكورس تميزوا على طلبه كتيره جدا كانوا زمايلهم في الكورس ده. بنشكرك دكتوره هدى مختار عمر عميد كليه علوم الحاسب والمعلومات بجامعه مصر للمعلوماتيه، شكرا ليك يا فندم. في الحقيقه يعني انا اللي اتمنى ان الطلبه دول يقعدوا في مصر، يا ريت طبعا، لان عندنا المشكله ان احنا دايما انا ما طبعا ما اقدرش اجبرهم، لان هم طبعا يعني انا عارف ان الجامعه بمصاريف وان الجامعه عامله اتفاقيات دوليه، ولكن هي في النهايه اكتر الناس اللي بتطلب بره المطلوبه في التخصصات الهندسيه الدقيقه دي، وخصوصا لو كانوا دارسين في جامعات او عاملين يعني جامعاتهم عامله توامه مع جامعات امريكيه زي كده. فبالتالي يعني اتمنى ان كل الطلبه دول يقعدوا في مصر ويفيدونا.